النهارده ان شاء الله ما تنسونيش من اللايك بتاعكم، ويا ريت تدعموا القناه بالشير واللايك. ان شاء الله الاجابه على الاسئله بتاعتكم اللي في البوست بتاع نعم ولا هجاوب عليها كلها الليله ان شاء الله، بس ادعوا لي النت يظبط. دايما هكون موجوده معاكم ان شاء الله، ويا رب يا رب الخير لينا كلنا. يلا بينا نشوف ايه اللي جاي لك وايه اللي مستنيك يا حوت. خلينا نشوف، يا رب ليكم كل الخير انتم واللي زيكم وغيركم. اسفه، ظاهر حد فيكم بيجي في سيرتي، انا شنقت. خلونا نتكلم بالنسبه لقراءه برج الحوت. خلينا نقول يا حوت، في باب رزق جديد هيتفتح لك ما كانش موجود قبل كده، او انتوا ما كنتوش شايفينه، ما كنتوش مستخدمين الباب ده لكسب الرزق. ان شاء الله هيتفتح لكم، هتشوفوا فيه حاجات كتيرة جميلة وجديدة ان شاء الله. باب رزق جديد، مشروع هتدخلوه هيكون ناجح ان شاء الله. فلوس حلوة جدا هتيجي بعد المشروع ده او بعد الفكرة دي، بعد فتح باب الرزق ده، وهيكون كويس جدا جدا جدا. كمية افكار كتيرة بتدور في مخيلتكم، عايزين تنفذوا احسنها. بنصحكم بانكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب تعملوا استخارة عشان خاطر تقدروا تختاروا احسنها. ربنا هيوضح لكم احسنها وهيبعت لكم اضاءة على الامر اللي فيه الخير ليكم. عايز اقول لكم كمان ان في بدايات مبشرة جدا، وفي ان شاء الله لمتأخرين الانجاب في فرصة لانجاب طفل ان شاء الله، او حدوث حمل ان شاء الله. بتكون ايامكم اللي جاية كلها سعيدة. بالنسبة كمان للي كانوا بالفعل من برج الحوت وبالفعل ماشيين في مشروع، ولكن لم يأتي ثماره بعد، او ما جابش انتاجية لسه، حاسين ان هم بيرموا في البحر، حاسين ان هم بيجتهدوا جدا وبيشتغلوا عليه جدا، بس اثاره لسه ما بانتش. فحب اقول لكم ان هو هيبدا خلاص يزهر ويثمر، وهتلاقوا نتيجته كويسه جدا جدا جدا. بالنسبه لحبايبي من برج الحوت اللي متاخرين في الزواج والعزاب، فحب اقول لهم ان شاء الله هيكون في فرصه لزواج وفرصه لحب جديد سعيد ان شاء الله عليكم. في رحيل للالام والاوجاع والقلق والاضطرابات والتوتر والعصبيه والنفسيه المتضايقه، النفسيه اللي تعبانه، ان شاء الله في خلاص هي هتمشي مروحه، وانتوا هتعيشوا حياتكم بسلام وامان وفي سلام داخلي رهيب انتوا هتحسوا بيه في الفترة دي. في تحسن كبير للعلم عالميا ان شاء الله بالنسبة لموضوع الكورونا، ففي هيكون تحسن كبير. افتكر ان معظم البلاد هتبدأ ترجع لوضعها الطبيعي تدريجيا مع الوقت ومع الاتباع الاجراءات السلامة، والناس هتفتح بيبانها وهتعيش ان شاء الله من اول وجديد. في ليكم كمان انتصار او تحقيق للنصر، نصفة زي ما بيقولوا، اللي هو تحقيق الانصاف، اللي هتحسوا بالعدالة اللي ربنا هيحققها قدامكم، ان الاشخاص اللي تعبينكم او مضايقينكم او موترينكم هينزاحوا وهيمشوا وهيرحلوا من قدامكم. بالنسبة لبعض برج الحوت، بعض الأفراد من برج الحوت اللي بيعانوا أو اللي موجودين في علاقة ثلاثية مؤلمة جدا ويشوبها التوتر والاضطرابات، إن شاء الله إن شاء الله يا رب ربنا يزيح الغم عنكم. خلينا نستوضح أمركم أنتوا بالذات، خلينا نقول هيكون في ترابط وتواصل مع الحبيب وفرح و رجوع وانصلاح وميل لطرفكم، فان شاء الله انتوا عندكم الخير جاي لكم بوفره بالنسبه للحاله دي من اصحاب برج الحوت. خلينا نشوف بالنسبه ماديا او ماديا لاصحاب برج الحوت النظام هيبقى ايه. احنا قلنا ان في ماديات، في مشروع، في تحسن، في رزق، في باب رزق هيتفتح،
خلينا نقول في تقدم ملحوظ، في قيام بخطوات جريئة كنت انتم مأجلينها او خايفين ان انتم تعملوها، في مواضيع مهمة جدا في حياتكم كنت انتم مأجلينها لانكم ممكن تكونوا خايفين على المحيطين بيكم او قلقانين منهم او قلقانين من وجود خطب ما يحصل لهم يعني، فده وقته. كمان عايزة أقول لكم بالنسبة للأصدقاء والأحباب اللي حوالينا هيأزرونا جامد وهيكونوا معانا وهيكون في نجاح وخير هيجي للجميع يا برج الحوت، هيعم على الجميع إن شاء الله. في خير كتير جاي لك يا برج الحوت وللمحيطين بيك بفضل الله وبعد كده بفضلك. عايزين نقول كمان بالنسبة لحبايبي المتأخرين في الزواج، خلينا نشوف، بصم فرصة للزواج بذو منصب مرموق وقبول من الأهل بعد ما كانوا هم سبب تأخر الزواج لأنهم كانوا دايما بيرفضوا وكان لهم يعني إحداثيات معينة أو طلبات معينة في الزوج اللي أو الزوجة اللي تحصل على لقبهم، فإن شاء الله خير برضو خير جامد. بالنسبة لحبايبي اللي عندهم مشاكل في العمل أو اللي عندهم مشاكل صحية أو وعكات صحية، عايزين نشوف إيه اللي مستنيهم برضو. من حقكم علينا إن احنا نشوف لكم الأمور ديت كويس جدا. فخلينا نقول بالنسبة لبعض من أفراد برج الحوت واللي بيعانوا من أمراض غير مبررة ملهاش سبب، الدكاترة بيتحيروا فيها، يا ترى نفسي يا ترى جسدي، بتبقوا متعبانين جدا وفيكم تعب الدنيا ومحدش عارف يكتشف ايه السر. حب اقول لكم عليكم وعلى الرقية الشرعية وعليكم وعلى اتباع تحصين المسلم زي ما نبينا علمنا عليه أفضل الصلاة والسلام، فيا ريت انتم تتبعوا السنة دي ان شاء الله هتشوفوا كل الخير. عايزين بقى نشوف قراءة بقى عاطفية للمنفصلين والمبتعدين. عايزين نقول ان في تفخير جدي في الرجوع، الحبيب بيفكر يلف ويرجع تاني زي ما بيقولوا، هيرجع تاني هيرتبط بيكم تاني، في رحيل للأعداء والناس اللي كانوا مضايقينكم والناس اللي كانوا بيحاولوا ان هم يوقعوا بينكم وبين حبايبكم ان شاء الله. فما تقلقوش وما تخافوش، ايامكم اللي جاية كلها خير وكلها سعادة. حلهم ايه؟ حلهم ان انتوا تطنشوهم ابدا جدا وما تلتفتوش ليهم خالص، ولما يحصل الرجوع ما تعرفوش حد، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، تكتموا جدا في أضيق الحدود، حاولوا ان دايما ما تذيعوش سركم، إذاعة الأسرار هي أكتر حاجة بتسبب الفشل لا قدر الله بسبب الحسد بسبب الحقد بسبب المكايد، فدايما خلوا أموركم في طي الكتمان عشان انتوا اتأذيتوا كتير وتعبتوا كتير واتجرحتوا كتير، فان شاء الله ربنا هيبيض وشكم ويبعت لكم الخير. خلينا نشوف بالنسبة للمرتبطين، ماشي، بالنسبة للمرتبطين واللي حماته او حماتها تعبينهم جدا ومتسلطين عليهم لأبعد الحدود او المتزوجين يعني، فخلينا نقول ان هيكون في اريحية في الفترة اللي جاية، الأوضاع هتتغير بينك وبين حماتك أو بينك وبين حماتك أو أهل زوجتك أو أهل زوجك، الحياة هتكون أحسن، هتبدأوا بدايات جديدة بدايات سعيدة، الألم والتوتر والقلق والاضطراب هيتغير، هتعيشوا في حياة سعيدة إن شاء الله. الزوج أو اللي بيفكر إن هو يسافر وكان هيسافر بالفعل وحصل وقوف للحال بسبب الكورونا بسبب منع رحلة السفر، فإن شاء الله الأوضاع هتتحسن وهتتجدد موضوع السفر وهيشوف تحسن كبير ماديا، هيفرض الراحة العامة على كل أفراد البيت وكل أفراد الأسرة، هيكون في خير كتير جدا. عايزين نشوف بقى بالنسبة لحبايبي المتأخرين في الزواج و
ايه الحياة عندهم هتكون ايه بعد الصبر الطويل، بعد الانتظار الطويل، هيكون في حب وهيكون في عشق، في حالات رجوع للأكس اللي هو الشريك السابق او الحبيب السابق، هيكون ليه رجوع، هيكون في ليه ندم، هيرجع وهيقدم فروض الولاء والطاعة، والمفروض ان انتم تقبلوها او ترفضوها، انتوا احرار. انا ما بقول في رجوع، انا مش بفرض على حد الرجوع، ولا بقول لكم في رجوع يبقى ده امر مسلم بينا اكيد لازم ترجعوا، لا طبعا، كل انسان عنده الحرية الكافية، وكل انسان وعلى حسب ما اتجرح، وكل انسان وعلى حسب تقبله للامر يقدر يقبل او يرفض. فهو ده اللي ان شاء الله خير وسعادة، في حب جديد بالنسبة لي متأخرين الزواج والعزاب، في فرح كبير جاي لكم يا برج الحوت. أتمنى دايما أن تكونوا معايا وتكونوا بخير، وما تنسونيش من اللايك والشير، وهرد لكم إن شاء الله على الأسئلة اللي موجودة في البوست، وهنزل لكم بكرة إن شاء الله بوست جديد لمسابقة جوائزها هتكون قراءات خاصة مجانية. بحبكم جدا.